منع التدخين داخل الأماكن العامة المغلقة أو الترويج له بكافة الأشكال قانون دخل حيز التنفيذ في دولة الإمارات، ويحمل من التجديدات ما يجعل خرقه صعب إلى حد كبير، خاصة إذا ما ارتبط بعقوبات قد تصل إلى حد السجن لمدة عامين إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة. مزيد من الإجراءات الصارمة في مواجهة التدخين اتخذتها السلطات الإماراتية، حيث يجري تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التبغ متضمناً الحظر التام للتدخين في الأماكن العامة المغلقة بما فيها السيارات الخاصة إذا كان فيها أطفال تقل أعمارهم عن 12 عاماً. الناس لما بتسمع أنه في قوانين سوف تبحث لماذا هذه القوانين، شو الأسباب اللي وضعت لها هذه القوانين بمنع التدخين في الأماكن العامة، بالتالي هذا بنعكس ثقافياً على الناس المدخنين والغير المدخنين، بيبدأوا يبحثوا عن مضاعفات التدخين، أثار التدخين السلبية وأثار التدخين على الشخص وعلى الطرف الآخر اللي هو احنا بنسميه التدخين السلبي بس في اسمه. خطوات تشديد الحصار على التدخين في الإمارات التي نزلت بردا وسلاما على غير المدخنين بالطبع لم تلق ذات الترحيب من المدخنين. منع التدخين في الأماكن المغلقة قد لا يساعد على الإقلاع عن التدخين، لو منعتني من التدخين هنا سأذهب للتدخين هناك. أنا شخصيا بعتبر أنه هذا قانون يعني جدا صائب وأنا ارتحت له جدا، بالإضافة لأنه حتى أنه أحيانا أنا لما أجي المصعد ويكون في حد كان مدخن أو كده يعني جدا بتضايق. أنا مش مدخن، لي أصدقاء كتير مدخنين، أنا ما عنديش مشكلة مع التدخين قوي لو كانت مثلا أحد بيدخن جنبي السيجارة أو حاجة، لكن لما يبقى كونتينيوس ومكان مقفول بتبقى فعلا مشكلة. قانون التبغ الإماراتي الذي يمنع التدخين في الأماكن المغلقة تضمن كذلك أبعاد المقاهي التي تقدم الشيشة عن المدارس ودور العبادة والمستشفيات بمسافة لا تقل عن 150 مترا، في خطوة تكرس محاصرة التدخين لصالح الصحة العامة. لبرنامج اليوم على الحرة من دبي فائزة العزي. وحول اللائحة التنفيذية لقانون التبغ والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية في مواجهة التدخين، التقت الزميلة فائزة العزي الدكتورة وداد الميدور رئيسة فريق مكافحة التبغ في وزارة الصحة الإماراتية. نتابع. دكتورة وداد الميدور رئيس فريق مكافحة التبغ في دولة الإمارات العربية، بداية لو تحدثينا عن الأسباب التي دعت إلى إصدار هذا القانون. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مكافحة التبغ لها كثير من الاستراتيجيات، من بينها وضع إجراءات لضبط عملية لحماية الأفراد، فيعني ممكن أن الإنسان يرفع الوعي ويوعي الناس ويعملهم كثير من التوعية، ولكن بعض الإجراءات ضرورية للحد من هذه الآفة. لهذا السبب توجهنا احنا نصدر هذا القانون، بالإضافة أن دولة الإمارات هي دولة مصدقة على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، فضروري أن يكون للدولة هناك تشريع أو قانون يساعد على عملية الضبط والحد من استخدام التبغ. البعض يرى وخصوصا من المدخنين قساوة في إصدار هذا القانون. هم ينظرون لأنها نظرة قاسية، بس ما ينظرون لقساوة التدخين وسببه في أنه ممكن يسبب للوفياء، أنه سبب وفاة وسبب أمراض قلب، وأن احنا نفقدهم في أعمار صغيرة. هاي هي القسوة اللي لازم ينظروا لها، مو قسمة القانون. بالعكس القانون في مصلحة كبيرة وفيه يعني في فائدة كبيرة للمدخنين قبل حتى غير المدخنين. طيب دكتورة وداد، هنالك من يرى أن هنالك صعوبة في تنفيذ بعض من بنود هذا القانون، خصوصا بند عدم التدخين في سيارة فيها أطفال أعمارهم تقل عن 12 عاما. هل كان من الصعب ان احنا نضبط الناس وهم مرابطين حزامهم او انهم يستخدمون هاتف، يستخدمون سماعه او يستخدمون الهاتف بدون سماعه؟ نفس الاجراء. وبعدين القانون يعني اجراء ان احنا نمنع التدخين في السياره، هذا مش اول مره يطبق على مستوى العالم، في نيويورك، في كندا، وحاليا بريطانيا بتستصدر قريب قانون بمنع التدخين في السيارات. فهو ليس من الصعوبة وليس من يعني إن إحنا نحط آلية إن إحنا ننفذه، فائدة كبيرة جدا للمدخن وللأطفال، لأن هذا للأطفال كثير من الدراسات أثبتت إن إحنا نفقد الأطفال وفي ما يسمى بالسادن ديث، الموت المفاجئ بسبب التدخين داخل السيارة.
الإمارات بلد سياحي وهنالك كثير من المقاهي التي تقدم أنواع من الدخان مثل الشيشة وما إلى ذلك، كيف سيؤثر هذا القرار على هذه المقاهي أو على الوضع الاقتصادي؟ بالتأكيد لا، لأن لو كان هذا بيأثر ما كانت المولات بتكون فاضية. لما بدينا نطبق قانون منع التدخين في المولز في مراكز التسوق في دبي، الناس اعتقدت أن بتنخفض المبيعات وأن الناس ما بتشتري وأن الناس ما بتدخل، ولكن بالعكس. الشيء اللي نحن بنقوله للسياح أن نحن بلد تحافظ على صحتهم، وأغلب السياح اللي يجونا سياح جاي من دول أغلبها أوروبية، وحتى ولو كانت من شرق آسيا، وأغلب هذه الدول عندها هاي الإجراءات والقوانين. أصبحت دول أوروبا لا يمكن أن تتدخل في أي مكان، سواء كان هذا مطعم أو بار أو فندق أو whatever. فهي أصلا إجراءات هم متعودين وماخذين عليها. والشيء الثاني إحنا بنقول أن الشيشة ليست من تراث الإمارات، والشيشة ليست أصلا يعني وليست هي المروج للسياحة، بالعكس تراثنا حضارتنا تطورنا هو اللي بيروج للسياحة. الدكتورة وداد الميدور، رئيس فريق مكافحة التبغ في دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا جزيلا لك.